لنعرف أكثر مشاهدينا اليوم مع الكاتبة والمخرجة رنين كسروان. صباح الخير رنين. بونجور. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. ناس الحال؟ الحمد لله. خبرتيني تحت الهواء أنك من النبطية. أهلا بأهل النبطية. فمعناتها حامل ثورتك معك وجايبتها على المسرح، هيك أنا بظن، ما حضرت على المسرحية. مليار بالمية. طيب عظيم. لكن 11-11 مسرحيتك اسمها. نعم. اللي رح تفتتحوها بعد يومين. نعم إن شاء الله. شو اسمه المسرح؟ بوليفار شياح عن الروماني. أوكي. ليه 11-11 أول شيء؟ أول شيء بشرفني وجود حضرتك نهار الثلاثة، إن شاء الله أنك تنزلي تحضريها. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. و 11-11 ميكي ويش، أمنيتي وإذا بدك أمنيت كل اللبنانية يبطل في هالحروب وهالدم اللي عم نشوفه كل يوم، إن كان بغزة ولا إن كان بلبنان، اللي بعتقد شبع لبنان شوي قدم دم وضحايا هالقد. نعم. وخصوصا بعد اللي صار مبارح والمجازر اللي عم تصير كل يوم عنا بلبنان. نعم. فهيدي أمنيتي، وأمنيتي الثانية إنه يبطل في تمييز طائفي وعنصري، يعني أتليست نبلش ندعي للوحدة الوطنية الفعلية يلي نحنا منحكي فيها إنه هي موجودة، بس ديب داون وباللاوعي تبعنا لما نحكي شوي الشخص حترجع تفيق هاي الطائفية، وحيرجعوا يقولوا لك شرقية غربية، وحيرجعوا يحكوا بالحرب الأهلية، وحيرجعوا يحكوا بكل شيء صار بلبنان مرق، خصوصا وقت الثورة اللي صارت مؤخرا، ثورة تشرين عنا بلبنان، وشفنا بالشارع إنه في بارت معين بنكون نحن واقفين حد بعض وعم نقاتل وعم نناضل كرامة بعض، وبارت تاني معين بيطلعوا وعم يحكوا السياسيين وعم يحكوا بعضهم عم بيهاجوا الشعب اللبناني بالطائفية. طب رنين، لكن انت فتت بموضوع المسرحية هيتك صح؟ قبل موضوع المسرحية ليش سميتيها 11-11؟ بأمن كتير بالانجل نمبر، هي 11-11 spiritual wise، انه لما تتمني شيء او لما تصير ساعه 11-11 بتتحقق هالامنيه. اوكي. فلما تصير تعمل اسقاط كل شي يوم شيء روحاني يعني. نعم. لما تصير تعمل اسقاط. طيب حضرتك كاتبه للمسرحيه ومخرجه، عاده بتعمل اخراج بس اول مره بتكتبي، او لما الواحد يقرر يكتب بيكون بده يقول شيء صح؟ شو وحسب معرفه شرحتي لي هلا وشرحت للمشاهدين موضوع المسرحيه، في عندك غضب معين او عندك شيء بدك تقوليه؟ ونحن ربما صراخاتنا اليومية تجاه كل شيء بنرفضه منا مجدي قد ما لما بنصرخ على ورقة أو لما بنصرخ على مسرح. فشو عم تقولي؟ قررت اكتبها لأنه خلص بدي وصل الفكرة اللي أنا بدي إياها، بدي يكون رنين وأفكار رنين وأفكار الرؤية اللي أنا شفتها والعين اللي أنا بشوفها بالشارع أو اللي بشوفها مع رفقاتي أو اللي بشوفها إذا بدي إن كان بالكنيسة أو بالجامع، خلص الرؤية اللي أنا بدي أشوفها بدي أوصلها على المسرح من خلال الفن. لأنه من خلال الفن إذا بدك بتعلق الشغلة براسه للإنسان أكتر. نعم. لما ننزل على الشارع بقوله أجمل طريقة لإيصال الأفكار تبعيتنا خلال فن. أجمل والفن بيجمع الناس ربما بمكان طبعاً. واحد لنقول كلمة طبعاً. واحدة طبعاً. طب لما بتحكي رنين هيك صبية زغطورة وكل الحياة قدامها وإخراج كتابي وهيك، لما بتحكي عن شيء اسمه تعايش أو وطن أو قضايا أو ثورة أو تغيير، وهذا الشيء يشي بأنك أنت متأملة، منين بتجيب هذا الأمل؟ ببلد مثل لبنان؟ من لبنان. هالقد لبنان أنا بعتبره بكل شيء عم بيصير فيه بعده أجمل بلد، وهالقد بعتبر حلو برافو. لا حبيت يعني حقيقة. وهالقد بعتبر قدين احنا عم نتحارب، يعني نحنا أجمل بلد بالفن ونحن بالأزياء وبالموضة وبكلها وسقفتنا وكتابنا وشعارنا وبيت الرحابنة وصباح وكلها، نحن أهم بلد بين كل دول العربية إذا بدك تاريخنا والهيستوري تبعنا، وهلأ عم بحاربونا، يعني عم بوقفونا فيستيفالاتنا ليعملوا فيستيفالات عندهم بدولهم. هالقد سمبل القصة عم بتكون، عم يجوا إذا بدك انت مع يعني إذا بدك فكرة المؤامرة تبعيت إنه تدمير لبنان بيروت كرمال تبنى على أنقاضها مدن أخرى بكل شيء، بس اثبتت بيروت رنين انه ما بتموت ولا حتموت صح ولا مره، انه عتمه بس فيها مسارح متلانه طبعا الحمد لله، هي والرقص على الطرقات وفيها حرب بنفس الوقت، فيها كل شيء كل شيء، هذا الحلو بلبنان، في ميل حرب وبنفس الميل اللي فيها حرب العالم قاعده عم تسهر، العالم قاعده عم تظهر، العالم عايشه طبيعي، يعني نحن الشعب اللبناني اذا بدك مش تمسح، نحن بنحب الحياه، يعني هي فكره انه تمسح هي بالنسبه لي انا مصطلح ما لازم نقوله على لبنان، اللبناني بحب الحياه بيتحدى كل شيء، تفجر البور رجعنا عمرنا مره ثانيه،
تحت، رجعنا نسهر تحت، نقعد مع بعض. طيب. رجعنا نقعد مع بعض. رنين فكرة الأمل هيك عم تصر على راسي ما بعرف ليش، أنه بتعرفي نحن تربينا ببلد طول الوقت بيعطونا هول أمثال اللي بيحشوها براسنا ونحن منكبر عليها وخلص ومنمشي، بس ما بنعرف شو عم بيسيرنا، بس بيكون هني هول فكرة أنه لولا فسحة الأمل وفكرة أنه نحن محكومون بالأمل سعد الله ونوس. برأيك بلبنان الأمل مش صار مورفين؟ كأنه الشعب عم يتخدر أنه بكرة أكيد أحلى، بس عمليا بكرة مش أحلى، لأن طول الوقت وقت خلقنا نحن عايشين بحرب، صح؟ بس بكرة أحلى، صح، عايشين بحرب وبعدنا بنسمع الحرب ومن اهلي مثلا بسمع ايام الحرب الاهليه والملاجئ ولا مره الا يا حرب يا هدنه بين حربين 100%. بس انا بلاقي الشيء البوزيتيف من الحرب الاهليه، بتطلع فيها الذكريات الحلوه اللي اذا بدك طلعوا منها جينيريشن تاني، طلعوا منها هالقوه، طلعوا منها انه لما كانوا يكونوا مثلا بالشياح بالحرب الاهليه، طب عم بيروحوا عند جيرانهم ببارت معين الشعب، عم بقول لك مش اللي كانوا واقفين على المتاريس وعم بحاربوا بعض وعم بقتلوا بعض، الشعب كان واقف حد بعضه. هلا لما صارت احداث عين الرمانه طيونه من كم سنه، طب مين اللي رجع وقف؟ مش نسوين بيروت وقفت حد بعضها وسلموا على بعض وسلموا على بعض وحملوا الشمع؟ طب هن عم بحاولوا يكسروا الامل، كل سياسيين بكل اطيافنا، ما في حدا اجا على لبنان ما حاول يكسر اللبناني ويكسر الامل عند اللبناني، بس اون فات هي اللبناني عم يصير طبعا طائر الفنيق الكلابات مليانه. نعم. لنرجع لكان للمسرحيه، المسرحيه 11-11 هي تاليفك. نعم. واخراجك، مين الممثلين؟ الممثلين هن هوات من اكاديميه هاوس اوف ارت، الاكاديميه اللي انا بدرس فيها اخراج وتمثيل. الله عليك، حلو كثير. اوكي. وكتابه سيناريو. هيدي الاكاديميه في طلاب لهم 3 سنين معي، في طلاب لهم سنتين معي، في طلاب هلا اجوا جداد. فهو هو الدارسين مثلا ناس عم تدرس مثلا جرافيك، ناس فيزيوثيرابيست، ناس عم تدرس فهويتهم تمثيل، هويتهم التمثيل، وكانوا ما بيعرفوا شيء عن التمثيل وماخذين انه المسرح نحن حننشهر وتصير عالم تتصور معنا وهول القصص، ففهموا انه التمثيل لازم يعملوا دراسه شخصيه، لازم يقروا، لازم يتثقفوا اكثر واكثر، فغاصوا بالقراءه اذا بدك، غاصوا باكثر انه يثقفوا حالهم ليقدروا يوقفوا على خشبه هالمسرح. طلعوا وعملوا هالمسرحيه، كيف لقيتي ادائهم؟ يعني انه مبهر، حسيت انه مش هيدا اللي متوقعته، بجنن. كانوا تلاميذ عم تقولي عم يعملوا اختصاصات تانية. نعم. اجمل شيء عملوا، يعني بيتحدوا حالهم، بقول لهم شو رايكم نحط مثلا رقص بالمسرحيه، نعمل رقصه، بقول لهم طب لا خلص انتم ما حتقدروا جسمكم يتحرك، بصير هيك بعمل لهم تست، بصيروا هن لا بيصروا علي يعملوا رقص، بيصروا علي انه هن حتى بيجوا بيقولوا لي رنين انه شو رايك نعمل هيك، عم بيصيروا عم بيروحوا على البيت عم بفكروا، مش اخذوا نص حفظوه. نعم. بدهم يطلعوا يحفظوه مطمو ويطبقوا لي على المسرح، لا صاروا هن عم بيطوروا للنص اكثر، صاروا هن عم يخترعوا الشخصيه، واعطيتهم المجال يسموا حالهم بالمسرحيه، نقوا الاسامي تاعيتهم كمان. حلو كتير. كمان عالجت كتير مواضيع من ضمنها الانفجار 4 آب، من ضمنها الحرب اللي عم تحكي عنها والتعايش وكل شيء بلبنان صاير. نعم. لبنان يعني ولاد للأحداث، ما منزهق، ما فيك تزهقي. كيف صغتيهم بأي قالب؟ شو فينا نسميها المسرحية؟ هي مسرح القاسي، الواقع القاسي، يلي أنا جمعت كل شيء صار بلبنان من تروميات أخذها الشعب اللبناني للأشياء الحلوة إذا بدك، قصص الحب اللي كانت عم بتصير بالثورات، قصص الحب اللي خلقت بالملاجئ، قصص الحب اللي خلقت من هالدمار يلي صار بلبنان، فأخذت الميل الثاني البوزيتيف. يعني كأنه الحياة من الموت تنبثق. طبعا 100%، هيدا هو الشيء اللي ما حنوقفه بلبنان، وإذا بدك جمعت كل الأزمة، يعني كلهم لزمن ولا مكان المسرحية، بس هي بتنوجد بضيعة وفيها الشرخ يلي صاير بهالضيعة، بس كلهم يعني. وحتى كان في تحية لسهى بشارة وسنة محايد الله يرحمها والمناضل جورج عبدالله. تحيتنا لسهى بشارة تلقت فيها على فكرة هي ببيروت، تحيتنا لها من تلفزيون جديد و جورج عبدالله، المناضل جورج عبدالله كمان. في تحية لهم وفي بارت معين مساج عم نحكي عنهم، وكمان اذا بدك جمعنا حتى اللي عم بيصير بفلسطين هلا وبغزه، جمعناه انه هو عم بيصير كمان بهالضيعه، وخصوصا التريزومي اللي صارت من كم يوم اللي معه داون سيندروم الصبي، سو زدناها دغري لما صارت زدت على النص وحكينا عنها. نعم نعم. كثير يعني عم نعيش بمشهد كثير قاسي، على نحن بالقرن 21 وبزمن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولوين طايرين البشر، وبنفس الوقت بنعيش بحياة يبرر فيها القتل، يعني تحدث مجزرة مباشرة على الهواء.
فانت كحدا بيكتب او كحدا بيطلع على المسرح بيقول شيء، قد ايه هيدا المشهد بياثر فيكي وقد ايه هيدا الغضب بكتبك اكثر او بخليكي اقوى؟ يعني انا بتذكر برغم وجعه هو اللي بياثر في اللي بيطلع لك شيء الوجع. يعني انا حرب تموز مشهد اطفال انا بعده لهلا راسخ براسي، وانا لهلا بحكي عنه بكل مسرحيه اذا بدك بمرق له بارت معين، حتى انفجار البور يعني بيجي بحكي عنه انه طلع الانفجار. طب وين هلا شو صار بانفجار البور؟ شو صار بهالمجزره يلي لو ما الله بحبنا نحن كلبناني كان راح نص لبنان. يعني هو 75% طلع بالبحر و25 فينا وسبب كل هالدم الهائل وكل شيء كوارث. لو ما الله بحبنا والعناية الإلهية إذا بدك. طيب إيه وبعدين؟ فليه ما بدنا نحكي عن هول الأشياء؟ ليه ما نحن نيجي نذكر العالم إن إحنا ما بدنا دم بقى بلبنان؟ نحن لا بدنا نتسقف، بدنا نعيش، بدنا ننبسط. يعني أنا ريسنتلي كنت بجنوب طلع القصف وأنا عم بسمع العالم ضلت عايشة. طب ما هيدا لبنان. يعني أنا كنت عم يفتحوا مصالح وعم يفتحوا الحمد لله بزنس وكل شيء طبيعي فوق عم بيصير. يعني وبالمقابل بالشارع البارلل عم بيصير مجازر وما حدا عم بحاسب ولا حدا حيحاسب. ولأنه فاقدين الأمل انه بلبنان يصير في محاسبه اتليس ليتغير كل هالطبق التاريخ اللي صاير، نحكي عنه بالمسرح او نحكي عنه من خلال الاغاني اللي بنسمعها. نعم. من خلال الاغاني اللي ربينا عليها. رنين كسرواني، يعني اذا رحنا حضرناها فينا نقول انه عالجتي كل هالمواضيع وربما يعني فلتت الجديلات اذا بدك تبعت المشاهد، واخر شيء النهايه عشنا احلى عيشه ولا لا؟ لا مدرور. عشنا عيشه حلوه الحمد لله. تجوزوا وجابوا اولاد وعشوا احلى عيشه ولا طلع وحكينا عشنا الامنيه يلي هي انه يكون كل هالشيء ما صار، بس يكون صار وتعلمنا منه بس نفس الوقت ما صار. يعني نكون قدين احنا اذا بدك عايشين الحلم انه ما يكون قطع حرب اهلية، ما يكون صار في ذبح، ما يكون صار في المجازر اللي كانت عم بتصير، بس بنفس الوقت صارت لوصلنا لهالمرحلة. يعني من التروما تبعنا طلعنا شيء كتير حلو وتحدينا. نعم. منعرف انه في حركة مسرح كتير قوية بالمدينة الحمد لله، والحقيقة مش عم نلحق. يعني نحن حتى بالتلفزيون عم نضوي كتير على شو عم بصير على المسرح، وحتى اصدقائنا والمخرجين دايما في دعوات. هيدا اكيد يعني عامل خير ودليل جميل. عم تتابعي حركة المسرح؟ الحمد لله. يعني كل اسبوع عم ننزل نحضر مسرحيات، عم نضل نروح من مسرح لمسرح. شو عم بيعجبك؟ شو عم تشوفي؟ اذا بدك عم تعملي، يعني صار عندك كمان وجهة النظر النقدية ولا بعد؟ ما بسترجع اعطي النقد. ايه ما بحب، بس بعدني لهلا مأثرة بمسرحية انجو. شو بدنا نلبس اخر وحده؟ ايه. عملتها انجو ريحان مونودراما. نعم انجو صديقتنا، تحياتنا لها كمان. مضطرين دائما نوجه الحياة لرفاقنا، واخراج وكتابه يحيى جابر. نعم حضرناها وكانوا ضيوفنا كمان هون. بتعقل. فحبيته طبعا، خاصه انه انت كمان طالعه من هيدي البيئه، بيئه الجنوبيه، بيئه النبطيه. ما بعرف كيف بيئه اهلك، انه اذا كانت نفس بيئه انجو اللي هي بيئه شيوعيه، بس ربما مستتك بمطرح. ايه ذكرتك بشيء بطفولتك. اكيد انجو اذا بدك من مجدره حمراء لشو بدنا نلبس، والكاركترات اللي عملتهم، وكيف يمكن لاول مره حدا بضوي على البيئه الشيوعيه عندنا، خصوصا اهل الجنوب. لانه يعني انجو كمان بنت الضيعه فوق طبعا بضيعتي هي بتعرفي كفرسير انجو. ايه فقليل ما يحكوا عن الشيوعيه فوق، يعني بيعتبرون اقليه، بس هي انفت. اذا بدنا نرجع للمنطقه اول من ناضل وحارب بلبنان ضد العدو هو الحزب الشيوعي، يعني بعتهم اكثريه، بس اخذنا اشكال متعدده هلا بهالايام. طيب لكن الكاتبه والمخرجه رنين كسرواني، اهلا وسهلا فيكي. مسرحيتك 11/11 رح تبدا اليوم شو؟ الاحد الثلاثاء ان شاء الله، الثلاثاء الافتتاح. نعم. ببوليفار شياح. نعم. منين بجيبوا بطاقات ولا كيف؟ من تحت، من على الباب. من على الباب. نعم. فاللي بحب يدعم الشباب والصبايا اللي عم يمثلوا، ايضا كمان يحضر نص حلو وفكره مفروض تجسدت بطريقه حلوه من رنين، يتفضل يحضر من الثلاثه. لايمتى باقي؟ الثلاثه ببيروت، حاطلع فيها على سور اعرض فوق بسور، وطالع فيها على الشمال اعرض عرض بالشمال بمهرجان. نحن حنبني المسرح وحنعمل لاهالي الضيعه كليه المسرح. لكن كل التوفيق بتمنيه لكم، ونلتقي دائما على الخير وعلى الجمال. اهلا وسهلا فيك.